السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. قبل ما نبتدي يا جماعة، بنوه بس بالنسبة للمتابعين اللي هم المنتظمين معانا، إن تم فتح باب العضوية المميزة، يعني لها مميزات كتير إن شاء الله تشوفوها. هتلاقوا فيه زرار تحت الفيديو اللي هو اسمه جوين، وتتعرف عليه، وده على فكرة حاجة اختيارية يعني. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، نقول بسم الله توكلنا على الله. أعزائي طلبة الثانوية العامة، إن شاء الله النهاردة مع لونج مان، مراجعة لونج مان المهمة جدا جدا على يونت 6. نمبر 1: Turn off the television while you are studying or you will get. اقفل التلفزيون أثناء المذاكرة وإلا يحصل إيه بقى يا جماعة؟ تعال نشوف الاختيارات حسب ما يتناسب مع المعنى. هنا مثلا disobey يعني ايه؟ يعصي. disconnected اللي هو يفصل. attacked يعني يهاجم. distracted يعني يلهى. يبقى طبعا الإجابة عندي هتبقى distracted. 2: some people to perform better in the morning that suits them most. بعض الناس للأداء الأحسن في الصباح، ده بيناسبهم كويس. هل object to يعترض على؟ طبعا هنا يعني مختلفة في المعنى، وفي نفس الوقت كمان object to بيجي بعد to الفعل في ing أو النون. encourage يعني يشجع، هي encourage someone to يشجع حد، يكون فيها object. tend يميل إلى، يبقى some people tend to perform، بعض الناس يميلون إلى الأداء الأفضل في الصباح، هذا يناسبهم. طبعا attend يعني يحضر. My friend is about the project. He speaks about its benefits all the time. هو بيتكلم عنه أو عن الفوائد بتاعة المشروع ده طول الوقت. يبقى هو إيه من الصفات اللي موجودة دي؟ هل angry مثلا غضبان، ولا worried الآن، ولا kind؟ طبعا هتبقى enthusiastic اللي هي طبعا متحمس للمشروع. Number 4: Rami used to talk proudly about his positions اللي هي ممتلكات. يبقى في الحالة دي رامي بقى بتاعنا ده يا جماعة بيعمل ايه؟ يبقى بيتباهى او بيتفاخر، مش كده ولا ايه؟ هل نقول اشتكى ولا told ولا posted؟ لا طبعا، he posted about how much money he had made. My father used to speak about his family. اعتاد ان بابا يتكلم عن على اسرته ازاي بقى. He showing great respect towards them اللي هو احترام، بيبين احترام. يبقى هو بيتكلم ايه؟ affectionately. طبعا احنا هنا محتاجين adverb عشان في هنا adjective، يبقى هنا محتاجين adverb يعني ايه؟ بيتكلم بود عن اسرته. Nowadays employees are mostly evaluated according to their، هذه الأيام الموظفين في الأغلب بيقيموا طبقا لإيه؟ نختار كلمة من دول، regardless of the number of years they have worked، بغض النظر عن السنوات اللي هم اشتغلوها. يبقى هنا إيه المناسبة عشان تناسب المعنى؟ هل importance أهميتهم، ولا experience الخبرة؟ ما هو قال مش مهم السنوات، ولا efficiency اللي هي الكفاءة، ولا sufficiency اللي هو الاكتفاء. طبعا الإجابة السليمة هتبقى efficiency. Exam questions should in order to cover all aspects of the assessment. الأسئلة بتاعت الامتحان ينبغي ان هي ايه؟ عشان تغطي كل الأشكال بتاعت التقييم، يبقى لازم تختلف أو تتنوع. يبقى هنا هل نقول يقل ولا يشتمل ولا يرفع؟ طبعا vary اللي هي طبعا تتنوع عشان تغطي كل ايه؟ الانواع. You are not working hard. You need to be more. انت ما بتشتغلش بجد، يبقى انت محتاج تكون ايه؟ كلمة درسناها تبقى ايه؟ productive، اكثر انتاجية.
توكاتيف يعني غلباوي أو صرصار، نيجاتيف سلبي، سكسيسيف اللي هي متعاقب. It's a good idea to out different places and assess where you can concentrate better and get the most work done. هنا نصيحة لشخص إن هو إيه تجرب أماكن مختلفة وتقدر بقى أو تقيم أنت أي مكان بتعمل إيه، بتركز أكتر إيه وبتطلع شغل أفضل شغل عندك. يبقى هنا كلمة يجرب تبقى try out try out try out. There was an in sales في المبيعات and the company gained اكتسبت a lot of profit اللي هو ربح كتير، يبقى في زيادة في المبيعات ولا في نقصان؟ لا طبعا المعنى زيادة، يبقى decline انخفاض ولا increase ولا deterioration اللي هو هبوط او كده او suggestion، طبعا increase increase. Energy bills have increased this winter all over the world اللي هو حبوب الطاقة ازدادت. يبقى انا هنا محتاج verb، يبقى هنا اسف محتاج طبعا adverb. هذا الشتاء all over the world، يبقى طبعا الحال معايا الادفيرب هتبقى significantly significantly بشكل ملحوظ. We are still dealing with problems errors made in the past. احنا ما زلنا بنتعامل مع المشاكل اللي هي الاخطاء. عايز بقى هنا كلمة نقول بقى ايه المؤدية الى ولا الناتجة عن الاخطاء اللي هي بتاعت الماضي، يبقى resulting from، لان طبعا اللي هي الناتجة عن، لان result ان طبعا يعني يؤدي الى و lead to يؤدي الى و aim at يهدف الى. I took a 10 احنا اتعودنا يا جماعة اللي هي الصيغة ديت لما يكون في اداة وفي هنا رقم سواء مفرد او جمع مش فارقة، عايزين هنا ظرف زمان وفي هنا نون، بنختار اللي هي ظرف الزمان اللي هو المجرد اللي هو لا مجموع ولا في اس ابوستروف ولا ابوستروف اس ولا اي حاجة من دي. يبقى الاجابة هنا عندي منت، عشان المعنى بتاعي يبقى ايه، انا خدت راحة 10 دقايق to refresh my energy. You are doing well, my coach said. I am sure you will carry achieving more success. الكوتش بتاعي بيقول انت شغال كويس وتأدي كويس، انا متأكد ان انت سوف ايه، يبقى carry ايه عشان في انجاز المزيد، يبقى هتستمر فيه مش كده يا جماعة، يبقى carry on carry on يستمر فيه. When you make a change to the way you work لما تغير في اسلوب عملك، you need to its advantages and disadvantages first، يعني لازم تقيم المميزات والعيوب. هنبص على كلمة يقيم هنا، ايه رأيكم؟ طبعا كلمة evaluate evaluate طبعا regulate يعني ينظم، fabricate يصنع، concentrate يركز. Pollution has a serious impact on the weather، التلوث له تأثير خطير على الطقس. impact هنا بقى هيسألني عن impact، here is similar in meaning، يبقى عايز synonym، عايز المرادف، هي مشابهة في المعنى لكلمة ايه، طبعا اكيد هتسبقوني عليها وتقولوا influence influence اللي هي تأثير او نتيجة. The manager is very efficient، كفء جدا. He used to encourage his workers levels، هو يعني اعتاد ان هو يشجع مستويات ايه العمال، مستويات ايه طبعا اللي هي مستويات الانتاجية productivity levels productivity levels. This research was done the request of the science teacher، لما اجي اقول بناء على طلب
ودي خدناها طبعا في الستوري اللي هي at the request of. يبقى المصطلح ده يا جماعة بناء على طلب يبقى at the request of. You can better if you study in a quiet environment. طبعا مادام بيئة هادئة يبقى انت تقدر تختار الكلمة المناسبة لإيه؟ يبقى concentrate يعني تركز. تمام. بعد كده بيقول لي when I am exhausted لما بكون مرهق جدا my productivity level usually بيحصل ايه في الانتاجية او مستوى الانتاجية اكيد بيقل يا جماعة مش كده ولا ايه رأيكم؟ يبقى declines مظبوط يبقى declines. طيب بعد كده بنشوف I tried my study time into 20 minute periods and taking breaks between them. يبقى هنا بيقول ايه؟ انا جربت ان انا ايه اقسم او وقت المذاكرة بتاعي الى فترات periods فترات من كل فترة من 20 دقيقة تلت ساعة وان انا اخد breaks between them. يبقى كلمة يقسم الى ومعايا طبعا into يبقى كلمة dividing dividing جربت ان انا اقسم وقت المذاكرة الى children need to be taught not to talk back to their parents. هيسألني على talk back to their parents هي يعني يرد على والديه يعني يبقى ايه يرد بطريقة مش كويسة ده معنى الجملة يعني talk back to فلان. This means that children المفروض بقى ايه هذا يعني ان الاطفال ايه رأيكم were not allowed to discuss ان هم يناقشوا اي قضايا لا طبعا امال shouldn't be allowed to reply rudely طبعا الاجابة اللي هي بي سليمة يعني ينبغي ان هم ما يسمح لهمش ان هم يردوا بوقاحة مش كده. في الاسئلة اللي زي دي يا شباب احنا طبعا مفروض ان احنا نقرأ كويس جدا ونوقف الفيديوهات يعني في ناس بتحل معايا الاول مرة ودي طبعا يعني انا ما بحبس كده يعني انا دايما رأيي انك تحل الاول وبعدين تبقى ايه وبعدين تبقى تراجع معايا. افرض ان انت ما لقيتش الملف فرضا يعني وفتحت الفيديو لقيته شغال معايا يعني. يبقى توقف الفيديو وتحاول تحل معانا الاول. How do you usually ideas among a group of friends to get more information about something؟ ازاي تعصف ذهنك بقى وتطلع افكار كويسه في وسط مجموعه عشان تحصل على معلومات اكتر فيه. يبقى انا هنا هجيب كلمه اللي هي ايه رايكم brainstorm brainstorm ideas يعني تعصف ذهنك في الـ الـ الافكار في وسط مجموعه تقعد تفكر في وسط مجموعه اللي هي عصف الذهن. I read an important report on the impact of advertising on children. انا قرات تقرير هام عن ايه عن the impact يبقى هنا ايه تقييم الاثر الاعلانات او الاعلان على الاطفال. ليه انا قلت تقييم؟ ما انا بلمح الاجابات من تحت يا جماعه. هل اقول قريت تقرير عن بريس ضغط اجريس اللي هي منها اجريسيف عدواني بليس بليسنج اللي هي بركه. طبعا احنا دارسين كلمه اسس او اسسنج اللي هي تقييم او تقييم او تقدير اللي هي الجوانب المختلفه لشيء يعني يبقى تقييم اللي هي تاثير الاعلان على الاطفال. People usually try to their standard of living. هنا في مفعول مستوى المعيشة يبقى الناس عادة بتحاول ان هي ايه عشان to lead a better life يبقى يحسنهم او يرفعوا. ادور على كلمة يحسن لا هلاقي كلمة يرفعوا من مستوى المعيشة raise
يبقى raise their standard of living. raise بمعنى يرفع ويجي معاها object سريعا كده. طيب كلمة rise، rise ديت بقى فعل ما يجيش معاه مفعول intransitive، يعني بمعنى تبقى ايه؟ ينهض، يقوم، يقف، تشرق الشمس، إلخ. arouse بيجي معاها مفعول اللي هي مثلا ايه؟ مع المشاعر، زي arouse my anger، يثير غضبي. كلمة arise اللي هي يبدأ، زي ما مثلا ما بنقول المشاكل تبدأ، problems arise، مش كده؟ طبعا هنا برضو without object، بدون مفعول. The prisoner was given a life A for his crimes. خدنا في القصة اللي هي عقوبة اللي هي المؤبد، يبقى a life sentence. A life sentence في كلمات بتبقى محفوظة كده يا شباب. One of the aspects of modern technology is that it makes our lives easier. خلي حياتنا أسهل، يعني حاجات حلوة. And more enjoyable، وأكثر متعة. يبقى طبعا one of the positive aspects، يعني من النواحي الإيجابية لكذا. تمام. طبعا كلمة relative اللي هي زي كلمة قريب، ونيجاتيف اللي هي سلبي. طيب بيقول لي an is a judgment or decision reached by reasoning. reasoning اللي هو المنطق. يبقى ايه بقى اللي هو القرار اللي بنوصل له بالمنطق؟ طبعا اللي هو لما يجي يقول لي في المقال او في الباراجراف، يعني يقول لي conclusion اللي هو استنتاج. استنتاج طبعا assumption يعني افتراض. Definition تعريف. Resolution اللي هي حل. My brother has achieved remarkable progress in his new project. عمل نجاح ملحوظ في المشروع بتاعه الجديد. كلمة remarkable، remarkable اللي هو ملحوظ. Is opposite in meaning، بهنا عايز antonym اللي هو المضاد بقى. المضاد لكلمة remarkable طبعا هتمشي كلمة ordinary اللي هو عادي، يعني لما يكون تقدم أو نجاح عادي ordinary، لكن remarkable يبقى ملحوظ يعني حاجة كويسة. طبعا distinguished بمعنى مميز، لا مش عكس، unique يعني فريد، interested يعني مهتم. What are the pros and cons؟ شوف على طول بنقولها لان حافظينها، pros and cons اللي هي مميزات وعيوب. هنا بعد ما قلتها اروح ادور عليها بقى واختارها. طبعا pros and cons اللي هي مميزات وعيوب، اللي هي زي merits and demerits، او advantages and disadvantages. What are the factors that to achieving more progress in industry؟ يبقى المؤدية إلى النجاح، إيه هي العوامل التي تؤدي؟ يبقى طبعا يؤدي إلى اللي هي lead to. lead to يؤدي إلى. I let my friend use my mobile phone. أنا سمحت له إن هو يستخدم التليفون. This means that I him to use. خلي بالنا بقى، هل I made him to use؟ أولا طبعا هنا made بعد المفعول، مفيش معاها بقى الفعل التاني، ما بياخدش to. allowed مظبوط، يعني سمحت له، allowed him to. forced هي بتاخد to، بس المعنى هنا بمعنى أجبره. تمام. my mother was busy so she got lunch by my brother. هي ماما كانت مشغولة ولذلك هي so she got lunch by my brother. يبقى هي كانت مشغولة بقى حصلت على وجبة الغداء معمولة، يعني خلت حد يعمل لها حاجة. دي تفتكروا بقى معايا يا شباب حاجة اسمها ايه؟ causative. causative اللي هي السببية، اللي هي بتتكون من ايه؟ من verb to have او verb to get، وبعدين نجيب بعدها الاوبجكت اللي هو المفعول، وبعد المفعول بنروح حاطين past participle اللي هو التصريف الثالث. كلام عملي بقى وراجع معايا اهو. she got lunch، يبقى انا محتاج هنا
التصريف الثالث على طول يبقى made، مش كده؟ يعني هنا هي حصلت على الغداء معمول بواسطة أخويا، دي causative السببية. I went to the dentist to، رحت عيادة طبيب الأسنان، to my teeth checked. هيبتدي برضو يكلمني في موضوع السببية كده، علشان إيه؟ علشان أفحص أسناني. هو هنا يا جماعة مش أنا اللي هفحص أسناني، لا أنا هخلي الطبيب هو اللي هيفحص لي أسناني، يبقى هحصل على أسناني مفحوصة، يبقى هنا هيقول لي إيه؟ طبعا سببية، يبقى أنا محتاج هنا يا فيرب تو جيت يا فيرب تو هاف، يبقى تو أدور على جيت مش موجودة، يبقى طبعا تو هاف ماي تيث تشيكت، أعمل تشيك على السنان. I recommended that you، هنا الفعل ريكومند، ريكومند يا جماعة اللي هي بمعنى يوصي بيه. طيب هي ريكومند لو جه وراها الفعل على طول مباشرة من غير ذات وجملة تانية هتاخد اي ان جي، لا خلينا في الجملة بتاعتنا لما يكون في ذات بعد الفاعل بقى المفروض نجيب ايه؟ يا اما نجيب should زائد الانفينيتيف الفعل في المصدر، يعني مثلا نقول ايه that you should be مثلا، يعني مش لازم الجملة اللي احنا بنقولها دي. طب افرض ان هي منفية يبقى shouldn't والفعل في المصدر، هل لازم should؟ لا ممكن يبقى المصدر على طول يعني that you be، طب وفي حالة النفي that you not be، يبقى هنا بقى بناء على الكلام ده، وتركزوا يا شباب في الكلام اللي احنا بنقوله اهو، يبقى I recommend that you not be اللي هي that you shouldn't be، طبعا هنا على أساس late anymore يعني ما تتأخرش فيما بعد. Strangely على وجه الغرابة no one does their task well، محدش بيعمل شغله كويس. طيب هنا الجملة فيها no one، الفعل مثبت بس منفية بتأثير no one، يبقى السؤال المزيل هيبقى ايه؟ هيبقى مثبت بناء على النفي ده، يبقى do they، do they طبعا على اساس ان كلمة no one تعامل معاملة المفرد المنفي، عند الاشارة اليه تعامل جمع. She was tired، هي كانت تعبانة، so she returned early. طيب هنا عايز يقول لي هي روحت او رجعت البيت، مع كلمة هوم ما بيبقاش يا جماعة بقى فيه معاها تو، يبقى نقول return home على طول او go home او come back home، يبقى she returned home early. Careful he is، اشوف ايه الحكاية. طبعا انت بتقرا في الاول ما نبقاش منبهرين في البداية كده او نستصعب، نقرا ونشوف ايه الحكاية. يعني هنا جاي لي فيه فراغ وهنا careful، طب دي صفة وبعدين فاعل وفعل. He sometimes makes mistakes، هو أحيانا بيعمل غلطات، وفي careful يبقى فيه تناقض، يبقى دي تمشي إيه بقى اللي هي تدي التناقض، تدي التناقض وبيجي بعدها صفة وبعدين فاعل وفعل، يبقى طبعا كلمة however، يبقى however careful he is اللي هي بتساوي طبعا although he is careful، مش كده؟ طيب وطبعا despite being careful، يبقى هنا however careful he is. كرول مانيج في السؤال 39 هو طالب مني ان انا شكلها كده سببيه، هو المديرين القصاه يوجوالي عاده less work، اداه مفعول واداه تصريف ثابت، يبقى انا محتاج اعمل سببيه، يبقى نقول ايه؟ عاده يحصلون على شغل اقل، يبقى get less work done. In spite of being tired، بالرغم من كونه متعبا، he continued working for a long time. In spite of، بالرغم من، is a an for despite، هي تعتبر ايه بالنسبة ل despite؟ طبعا ما هي نفس المعنى بتاعها، يبقى synonym مرادف. A fire، في هنا فراغ وفي هنا a fire، activate the alarm immediately، يعني نشط الجرس على الفور، يبقى هنا ايه؟
في حالة الحريق، مش كده يا جماعة؟ طب تعالى نشوف in case، لا عشان ناخدها تبقى in case of، في حالة الحريق. يبقى هنا ممكن نشوف الكلمة التانية دي in the event of، يعني في حالة الحريق. يبقى in the event of بتساوي in case of. Unfortunately لسوء الحظ I got low marks. هنا الكلام في الماضي، أنا جبت درجات ضعيفة قليلة. I wish harder when I had had the time. يبقى هنا عشان يعبر عن regret الندم على حاجة في الماضي، يبقى أنا أجيب ماضي تام. يبقى I wish I had studied، مع قاعدة wish و if only نجيب ماضي تام عشان يعبر عن ماضي. يبقى I wish I had studied harder، معنى كده ان انا I didn't study hard. Which sentence doesn't express permission؟ في نوعية الجمل اللي زي دي يا شباب ابقى مخلي بالي قوي طالب مني ايه. شوف هنا doesn't express permission، لا تعبر عن الاذن او السماح، ماشي؟ تعال شوف كده، my brother allowed me فيها اذن، my father let me فيها اذن او سماح، my mother permitted me اذنت لي برضو فيها سماح، لكن my teacher made me do the exercise again، يعني المدرس خلاني اعمل الواجب او اعمل التمرين تاني، دي ما فيش فيها اذن، لا ده دي يعتبر فيها زي امر كده يعني. يبقى هنا الاجابه دي. we research on the effect of global warming on daily activities. We are still working on it. دايما لما بقرأ المثال لآخره ممكن نص الجملة التانية زي ما هي هنا بيقول لي، دي موضحة لي حاجة، بيقول لي إحنا ما زلنا شغالين عليه. يبقى إحنا عمالين نعمل بحث في تأثير اللي هو الاحتباس الحراري على الأنشطة اليومية. يبقى أنسب زمن هنا إيه يا جماعة حسب ما درسنا؟ اللي هو present perfect continuous، اللي هو المضارع التام المستمر اللي بيتكون من have been زائد الفعل في ing. يبقى الإجابة have been doing. My mother usually lets my elder sister lets، اهي الفعل let وهنا في مفعول، يبقى الفعل هنا ناخده ايه؟ ناخده بدون، يعني مصدر بدون to، مصدر بدون to. يبقى هنا طبعا الإجابة make lunch، make lunch. Am I to use this dictionary؟ هل أنا عايز يقول كده يعني هل أنا مسموح لي، وخلي بالك إن في هنا to، خلي بالنا. يبقى هنا am I allowed، am I allowed to use. At first he insisted on his opinion، هو أصر على رأيه. But later on I managed to، أنا نجحت في إن أنا him to change، إنه يغير his mind، يعني يغير رأيه. يبقى to get him to change، مش كده؟ طب ليه يا مستر ما ناخدش allow؟ عشان allow يعني يسمح، يقول لي انا نجحت ان انا اسمح له انه يغير، لا أنا يعني ايه، يعني انا اقنعته، يعني دي معناها زي I persuaded him. طيب هنا to make him المفروض تبقى هنا to، to مش موجوده، لو خدنا make يبقى هنا مفيش to، وطبعا let برضه هتبقى بمعنى يسمح بس برضه ما بتاخدش to. يبقى الاجابه get him to change. Unfortunately لسوء الحظ the bad weather الطقس السيء، ماله بقى هنا في فراغين نخلي بالنا. us out، هل made us to؟ اولا made ما بيجيش معاها to مع الفعل التاني. طب allowed us، طب هنا بيقول الجو السيء، هل سمح لنا نخرج ولا stopped us from going out؟ طبعا دي سليمة، اد stopped يعني منعنا، from going out يبقى الإجابة C. My father plans، بابا بيخطط، طبعا هنا محتاجين to، يبقى to have a new villa، يبقى هنا هتبقى سببية، ما هو مش هو اللي هيبنيها،
يبقى to have a new villa built in our town next year. Be careful when driving your car. خلي بالك وانت بتسوق العربية. Or it will, وإلا it عايدة على السيارة. يبقى أنا هنا محتاج إيه؟ محتاج passive مبني المجهود. يبقى أقول it will be damaged أو it will get damaged. أنهي واحدة اللي موجودة؟ طبعا الباسف ممكن يتعمل بفيرب تو جيت وفيرب تو بي، يبقى ات ويل جيت دامجد. 51 داليا فراغ شي از اولويز بيزي. داز شي لما يكون في سؤال مزيل اللي هو كويستشن تاج، اخلي بالي شويه يا جماعه، هنا بيقول لي داز شي، خلي بالك بقى من دي. يبقى هنا الفعل اكيد مضارع بسيط ويكون ايه؟ ويكون منفي. فادور بقى على مثلا هنا will في المستقبل، لا ما تنفعش. does the washing machine also، يبقى هنا المفروض تبقى دي doesn't، بدل هنا مثبته يبقى دي منفيه، انما هو عايزها طبعا ايه؟ عايزها منفيه. تعال شوف سي بقى، never does the washing because، يعني never منفيه، يعني الجمله منفيه بتاثير ايه؟ never does يعني doesn't do، يبقى طبعا هي ابدا ما بتغسلش او ما بتعملش اللي هي اللي هو الغسيل اللي هي الاطباق وكده، لان هي ايه؟ دايما مشغوله. يبقى الجمله هنا منفيه، يبقى does she، يبقى الاجابه C. I had my room decorated last week. الجمله دي واضحه جدا يا شباب انها سببيه اللي هي كوزاتيف. أدا verb to have في الماضي، حصلت على الأوضة بتاعتي، أدا المفعول، وأدا past participle تصريف التالت. Which one of the following is structurally correct؟ عايز بقى إيه؟ أي واحدة من دول سليمة علشان to give the same meaning. هل I will decorate؟ أولا دي في المستقبل ما تنفعش، وأنا اللي هعملها بنفسي كمان ما تنفعش. My room will برضو في المستقبل؟ لا. أمال إيه؟ تعال شوف سي كده. My room was decorated last week. هنا عملناها ايه؟ جبنا الباسيف ممكن يؤدي معنى السببية. السببية ان انا اجيب الفاعل المزيف اللي هو صاحب الخدمة اللي هو اللي هتتعمل له. اهو I had my room decorated بتساوي يعني my room was decorated last week. 53 The fact that she was always cautious, حريصة, she made that silly mistake. هي عملت نفس هي عملت هذا الخطأ اللي هو الساذج. هنا في تناقض، لأن بيقول لي هي حريصة هي عملت، يبقى أنا هدور على التناقض. But for معناها لولا، although بس although بيجي بعدها إيه؟ although she was cautious، لكن دي جاي بعدها noun. However لما لو احنا عايزينها بمعنى التناقض يبقى هتيجي بعدها adjective او adverb صفه او حال. انما despite بالرغم من اللي هي بتساوي in spite of، يبقى despite the fact بالرغم من الحقيقه that she was always cautious she made that silly mistake. فراغ space walking is very useful. طيب دي حقيقة، المشي مهم جدا أو مفيد جدا. I usually have time to do that sport. عادة بيبقى عندي وقت إن أنا إيه أعمل هذه الرياضة. يبقى طبعا نقول إيه؟ Because، لأن جاي بعدها جملة. Because walking is very useful. Because of بيجي بعدها النون. Despite دي بقى تناقض وألزو تناقض. I was too busy. أنا كنت مشغول جدا. So I my sister my room. بالهداوة بقى هنا بقى جماعة هتبقى هنعمل اللي هي ايه؟ causative، سببية برضو، بس في نوع تاني من السببية اللي هو active causative، سببية مبني للمعلوم اللي هو أنا أجيب فلان يعني فاعل يسبب حد إنه يعمل مفعول. بتيجي ازاي؟ ممكن هنا نقول I my sister my room، يبقى I got my sister ومع got نقول to tidy. مظبوط.
طيب هل طب ما في جوت اهي، بس هنا جايب مضارع بسيط، لا هي الفعل الثاني تبقى تو والانفينيتيف. طيب let، so I let my sister، المفروض نقول تايدي من غير تو. طب I made my sister برضو تبقى تايدي من غير تو، يبقى هنا so I got my sister to tidy. دي السببية اللي هي ايه active. طب لو عايزين نخليها سببية باسيف نروح قايلين so I got، اجيب بقى اللي هو المفعول my room بعد got، وبعدين اجيب التصريف الثالث طبعا هتبقى tidied. translation الترجمة. translate into English، زي ما احنا متعودين نقرا الترجمه كويس جدا يا جماعه وتدولها حقها على وتبقى عارف الكلمات وفاكر كده انت كل شويه ترجع لها وتبص عليها عشان وانت بتختار. تهدف مبادره حياه كريمه، ماشي، اللي هي decent life، الى التخفيف عن كاهل المواطنين. التخفيف حياه كريمه، كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف مش كده، والمناطق العشوائية، مظبوط، اللي هي سلامز. وتسعى هذه المبادرة لضمان حياة كريمة لتلك الفئة من المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم. ابتدي بقى ايه بعد ما اقراها مرة واتنين كده وابقى فاهم انا هقول ايه، تعال نشوف اول واحدة. هتلاقوني طبعا زي ما انا معودكم في فيديوهات كتير، دي علامات عشان وانا بجهز لكم يا جماعة وانتوا تبقوا تعملوا زي في كلمات هنا هتلاقيها مش ماشية معايا فوق زي كده. The Decent Life Initiative، مبادرة حياة كريمة، aims to، تهدف إلى، stop، طب هنا إيه؟ تخفيف، لكن هنا بيقول لي توقيف أو إيقاف، يبقى دي مش نافعة. طب تعالى نشوف بي. The Decent Life Initiative aims to relieve، ماشي، تخفيف، the burden of citizens in the neediest communities، الأماكن الأكثر احتياجا، in the countryside and villages. هنا villages اللي هي القرى، إنما هو بيقول للمناطق العشوائية اللي هي slums، لا طبعا دي مش هتنفعني. طيب تعال نشوف C. The Decent Life Initiative aims to relieve the burden، اللي هو التخفيف عن كاهل، اللي هو burden، اللي هو عبء يعني، of citizens يعني تخفيف أعباء المواطنين، in the neediest communities in the countryside and slums، جيت معايا ايه اللي هي العشوائيات، العشوائيات. This initiative seeks to، تسعى لتحقيق a decent life، حياة كريمة، for this group of citizens and improve their living conditions. طبعا هنا الترجمة يا سي هي اللي مظبوطة. تعالى بقى لمحت الترجمية الأخرانية، إيه اللي غلط فيها؟ بيقول لي this initiative seeks to improve، تحسين حياة كريمة، لا هي تحقيق حياة كريمة، يبقى الإجابة عندي C. عليك أن تكون عضو فعال في المجتمع، تمام، عضو فعال في المجتمع. طيب ماشي، يبقى هنا طبعا عضو فعال اللي هو طبعا لما نيجي نقول ايه اللي هو active member، يبقى عضو فعال، كلمات مفتاحية كده بخليها معايا يعني. فلا تكن سلبيا وتكتفي بمجرد الشكوى وانتقاد الآخرين، لابد أن نكون موضوعيين ونسعى للنقد البناء وقبول الآخر مهما كان مختلفا عنا في التفكير. أول واحدة، تعالى بقى البرا دي انا هقرا لكم الاجابه السليمه، طبعا انا مفكر فيها يعني كذا مره قبل ما نشتغل يعني. هنا الاجابه السليمه هتطلع بي، عشان الوقت بتاعنا كده نخلي بالنا، you have to be an active member، عضو فعال، of society او in society، so don't be negative and just complain، ما تكونش سلبي ودايما وفقط تشتكي، and criticize others، وتنتقد الآخرين. We must be objective، اللي هو موضوعيين، and seek constructive criticism، ونسعى للنقد البناء، and acceptance، وقبول of others، no matter how different they are in thinking، يعني لا يهم هم مختلفين قد إيه
في التفكير، يبقى الإجابة السليمة احنا قلنا اللي هي B. هنا في الأولانية يا جماعة تعال شوف أنا معلم على إيه subjective، إنما احنا عايزين طبعا اللي هي and seek constructive اللي هي بناء. هنا مثلا in position في الوضع أو المكانة في اللي هي في سي، عشان كده بنقول غلط. طب هنا consumer يعني مستهلك، يبقى الإجابة بتاعتي B. Translate into Arabic. The climate change conference مؤتمر تغير المناخ أو تغيير المناخ is held yearly يعقد سنويا to discuss the consequences اللي هي النتائج resulting from الناتجة عن climate change تغير المناخ. During the Sharm el Sheikh conference أثناء مؤتمر شرم الشيخ experts suggest الخبراء اقترحهم that industrialized countries limit يعني ايه limit يعني اللي هي تحد من their greenhouse gas emissions انبعاثات الغازات اللي هي المسببة للاحتباس الحراري. لا طبعا لما نقراها مرة واثنين وثلاثة نخلي بالنا بقى يا جماعة اجابتنا فين. اجابتنا بص كده معايا في دي، ركزوا معايا في دي، يعقد مؤتمر تغيير المناخ أو تغير المناخ سنويا لمناقشة العواقب الناتجة عن تغيير أو تغير المناخ، ماشية زي اللي فوق بالظبط. خلال مؤتمر شرم الشيخ اقترح الخبراء أن تحد الدول الصناعية من انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. جملة زي الفل وهي الترجمة السليمة. أول واحدة هتلاقيني معلم على إيه؟ أن تحد الدول البترولية، غلط، من إنتاجها للوقود، طبعا مش ده الترجمة اللي فوق. هنا مثلا بيقول لي احنا عارفين انها تغير المناخ اللي عشان فوق كلايمت، انما هنا جايب لي الطقس اللي هو ويذر، ما تنفعش. وبعدين جايب لي كمان اقترح الرؤساء، هي اقترح الخبراء يعقد مؤتمر تغير شهريا انما هو سنويا، تمام. يبقى هنا طبعا الإجابة بتاعتي زي ما اتفقنا دي. هنا في الترجمات الثانية اللي هي from English into Arabic. Workplace engagement. Workplace engagement اللي هو طبعا الاندماج في مكان العمل and productivity والإنتاجية are influenced. تتأثر by several factors. بعوامل عديدة. تمام. As a result نتيجة لذلك many people don't feel engaged، ما بيحسوش بإيه بالانتماء أو اللي هو إيه لا يشعرون بالاندماج at work when they work in an inappropriate environment يعني بيئة غير ملائمة. الإجابة عندي نهين، تعال نشوف بيه كده مع بعض، نشوف بيه. يتأثر الاندماج في مكان العمل، كل كلمات جديدة بقى جماعة تحفظوها ولسه بدر على الامتحان يعني عندنا وقت، جمعوا الكلمات دي وكلها كلمات معاصرة، والإنتاجية بعدة عوامل. نتيجة لذلك لا يشعر الكثير من الناس بالاندماج في العمل عندما يعملون في بيئة غير مناسبة. يبقى الإجابة عندي B. هنا أول واحدة لقيت بيقول لي تتأثر المشاركة، لا هي الاندماج. لا يشعر الكثير من الناس بحب العمل، لا هي اللي هو الاندماج في العمل. في بيئة غير حارة، لا هي غير مناسبة. هنا في سي هتلاقي تؤثر النواحي النفسية، ملهاش علاقة بترجمتنا خالص. يتأثر الاندماج والانتماج ببعض العوامل، لا هي نقول ايه عوامل عديدة، مش كده يا جماعة عشان بيقول لي several. نتيجة لذلك يشعر، لا هي لا يشعر. يبقى الإجابة عندي بي. بعد كده سؤال رايتنج خلي بالنا منه. هنا بيقول لي which of the following is punctuated correctly، عايز اللي معمول لها علامات الترقيم صح. السؤال ده دايما محتاج عينينا تبقى مفنجلة، تمام. بص كده يا جماعة السليمة هي دي، وهنشوف الباقيين فيهم ايه. do you have sugar free cookies
يعني ايه؟ اللي هي كعكات خاليه من السكر، ما بيكون في كلمه زي الشوجر فري، بيبقى فيه في وسطهم ايه اللي هي الشرطه او الهايفن. وهنا في منادى طبعا، يبقى ايه؟ كوما قبل الاسم المنادى وده علامه استفهام عشان ده سؤال. تعال نشوف اللي قبلها. Do you have sugar وكوما فري؟ جمله غلط. Do you have sugar free cookies؟ هدى ناسي علامه الاستفهام. Do you have sugar free cookies؟ هدى هنا ما حطش اللي هي الشرطه او الهايفن، يبقى الاجابه عندي دي. Which of the following expresses contrast؟ اي من دول يعبر عن التناقض؟ خلي بالك يعبر عن التناقض. احنا هتيجي تلاقي مثلا سي بيقول لي وايل احمد لايكس ريدنج، بينما احمد يحب القراءه، اي بريفير سويمنج. اه طبعا تناقض ما بيني وما بين فلان، تباين في يعني احمد، بينما احمد بيحب القراءه انا بفضل السباحه، يبقى الاجابه عندي سي. هنا مثلا بيقول لي ان اديشن تو، دي فيها اديشن اللي هي اضافه. احمد doesn't read stories because دي فيها سبب. امير as well as like reading، لا طبعا هنا في تشابه، يبقى الاجابه سي. 62 هنا بيقول لي جايب لي فراغ وانا هختار منه حاجه من دول، نقرا كويس. can be used when you are comparing two different facts، لما بتستخدم لما تكون بتقارن حقيقتين مختلفتين or two opposite ways، أو طريقتين متناقضتين opposite عكس بعض of thinking، طريقتين تفكير عكس بعض about a situation. طبعا هنا يا جماعة فاكرين ديت اللي مذاكر هيعرف على طول، واللي مش مذاكر خلاص بيراجعها. هو on the one hand وبتقول الرأي الأولاني، يعني من جهة بتقول رأي، on the other hand على الجانب الآخر بتقول الرأي التاني، يبقى هي الإجابة عندي طبعا A. 63 when writing an essay on، لما عند الكتابة أو كتابة مقال عن، شوف the merits، تقرأ دي كويس جدا، مميزات the merits and demerits of using the internet، هو يعني مقال عن مميزات وعيوب استخدام الانترنت. What is the correct sentence؟ ايه الجملة اللي صحيحة to use، اللي ممكن نستخدمها واحنا بنكتب باراجراف عن كذا. فهنا هتبص تلاقي، تعال شوف عندي بي الاول كده. It's a matter of fact، يعني دي حقيقة، that the internet is a double-edged weapon. طبعا يا شباب دبل ايدج اللي هي سلاح ذو حدين، يعني له مميزات وله عيوب. طب على سبيل المثال الاولى، ليه لا يا مستر؟ احنا خدنا خلاص الاجابه دي. A lot of people agree that the advantages of the internet are endless، هنا بيتكلم على المميزات فقط. طب many parents believe that the internet is one of the causes of the spread of certain types of crimes، الجريمه، بيتكلم على العيوب. People in remote areas complain that they have no proper access to the internet، الناس في المناطق النائية ما عندهمش الصلاحية للدخول على الانترنت بعد عن الحدوتة، مش كده؟ يبقى الإجابة B. When writing a descriptive essay، عند كتابة مقال وصفي، about a certain place you visited، عن مكان معين أو محدد أنت زرته، ينبغي ان انت تستخدم ايه بقى؟ تعال شوف معايا كده. هل give a full biography of the people visiting that place، يعني هل نكتب سيرة ذاتية كاملة او قصة عن الناس اللي بتزور المكان؟ لا طبعا. persuade others of the importance، اقناع الاخرين باهمية زيارة الاماكن التاريخية؟ لا طبعا. narrate a story or personal events، نحكي قصة او احداث شخصية you once experienced، انت حكيتها عن، لا ده هو مقال وصفي. تعال شوف بقى الإجابة دي كده، يعني يبقى you should give a full description، وصف كامل of that place and possible information as well، طبعا تدي وصف كامل وتدي كمان معلومات ممكنة تماما أو أيضا. The cool point، النقطة الجوهرية أو الأساسية in the following paragraph is،
عايزين بقى يقول لي يعني الفكرة الأساسية في الباراجراف القادم ده هو ايه دول. هل التكنولوجي كان ريبليس مان، التكنولوجيا ممكن تحل محل الإنسان؟ هل تكنولوجي از ذا مين كوز اوف ديستراكشن، هل التكنولوجيا هي السبب الرئيسي للدمار؟ هل التكنولوجي هاز ادفانتجز اند ديس ادفانتجز، مميزات وعيوب التكنولوجيا، لها مميزات وعيوب، so we must use it carefully، نستخدمها بعناية. هل a lot of people fall prey، يقعون فريسة لتكنولوجي addiction؟ في السؤال اللي من النوعية دي يا شباب ما تعتمدوش على الإجابة اللي بتسمعوها فقط، لا، انزل ودرب مخك على إنك تقرأ. أنا هنا مثلا في الفقرة دي تعال نقراها مع بعض إلى حد ما وأنا أشوف هوصل لإيه. هنا بيكلمني بيقول لي technology plays an important role in our lives. We use it in a lot of fields of life. However, I am totally in favor of using technology carefully. خلي بالك لسه. In a way that doesn't cause trouble or lead to addiction. يعني بأسلوب ما. We should keep in mind that technology is a double-edged weapon. ينبغي أن نضع في الاعتبار أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين. هي كده ابتدت تبان يا جماعة، وقبل كده بيقول لي carefully، بعناية. بناء عليه طبعا انت كمل للآخر، أنا ابتديت ألقط الإجابة اللي هي الإجابة C اللي هي طبعا technology. يبقى الفكرة الجوهرية أو الأساسية هي أن technology has advantages and disadvantages so we must use it carefully. يبقى الإجابة C. يبقى بعد كده يا جماعة احنا كده خلصنا الرايتنج، ما يتفضلناش الا حاجة واحدة بس اللي هي great expectations، اللي هي قصة توقعات او امال عظيمة او الامال الكبرى، ودي زي ما انا معودكم ان احنا عاملين لها ملف اللي هو word. يلا بينا على هناك. great expectations long man chapter 6. بتطمني قوي يا جماعه كلمه any reasonable answer is accepted. هي اسئله استنتاجيه، فعشان كده هو بيقول لي اي اجابه معقوله او منطقيه تبقى مقبوله، ماشي؟ وان شاء الله باذن الله لاعضائنا المنتسبين في القناه اللي هم منتظمين معانا، يعني ان شاء الله اما نخلص هنبتدي ننزل لكم اللي هو ملف وورد لملخص اللي هو لونج مان كله في القصه. تعال بقى معايا سؤال سؤال. Do you like Mr. Jaggard's character؟ هل انت حابب الشخصية دي اللي هو الرجل المحامي ده شخصيته؟ Why؟ يعني او لا ليه؟ انا وجهة نظر بقول No. استشفيت الاجابة طبعا، انا مفيش بيني وبينه حاجة، بس استشفيت الاجابة من الشابتر يعني. No، يعني I don't like him because he makes his employees، هو بيخلي موظفينه أو الخدمين ودبان من الخادمة بتاعته اللي هي مولي feel embarrassed، يشعروا بالإحراج and scared، والخوف، يبقوا خايفين مفزوعين منه يعني. Is it natural to post about your own skills؟ هل طبيعي إن أنت تتباهى بمهاراتك الخاصة in front of others، أمام الآخرين؟ Why؟ وجهة نظري No، طبعا لا، دي حاجة مش كويسة، مش طبيعي يعني. Because posting about your own skills in front of others is considered، يعتبر إيه؟ A lack of personality أو impersonality، نقص في الشخصية، and makes others، وبيجعل الآخرين hate your behavior، يكرهوا سلوكياتك او تصرفاتك. حاجة مش طبيعية وحاجة مش كويسة، تعتبر مرض. Do you think that Mr. Jaggers is someone that Bib can trust؟ طب خلينا بقى ايه عملي بقى. هل Mr. Jaggers هو شخص ما اللي بيب ممكن يثق فيه، ولماذا؟ وجهة نظري برضو Yes، because Mr. Jaggers was honest، هو راجل أمين، محامي يؤتمن، ملناش دعوة بقى بشخصيته بقى، تصرفاته، and practical، وعملي، and he already started to achieve the well،
ان هو ابتدى بالفعل ان هو يحقق الوصية of Pip's benefactor اللي هو مستر ماجويتش اللي هو المتبرع بتاع بيب، يحقق اللي هي الوصية بتاعته that Pip should have a good education and become a gentleman. If you were Pip، لو انت مكان بيب، would you be ashamed of your friend Joe؟ Why؟ السؤال ده تعرضنا له أكتر من مرة وقلنا ما يصحش. بيقول لي هل أنت كنت تبقى خجلان من ومستعر من صديقك أو اللي هو جوز أخته في نفس الوقت جو؟ بقول طبعا no because Joe was always kind to Pip، دايما كان طيب مع بيب and supported him، وكان دايما بيدعمه at times of weakness في أوقات الضعف. Why do you think that Miss Havisham wanted Pip to know that Stella had returned home؟ لماذا تعتقد ان Miss Havisham ارادت بيب ان هو يعرف ان ستيلا رجعت لما بعتت مين؟ لما بعتت جو عشان يقول له. انا بقى اعتقاد شخصي I think she wanted to continue، اعتقد ان هي ارادت انها تستمر to urge him انها تحسه to fall in love with Stella. I also think أعتقد أيضا she wanted Stella to break his heart again، إنها تزعله أو تكسر قلبه تاني. What might have happened، إيه ربما كان حصل if one of the convicts اللي كانوا راكبين معاه الكوتش اللي كانوا راكبين معاه الوصلة وهو مروح يعني اللي هما الاتنين اللي هما المدانين أو المتهمين had recognized Pip in London. تفتكر ايه ربما كان يحصل لو كانوا تعرفوا او واحد منهم اتعرف على بيب في لندن؟ He might have talked to Pip، ربما كان اتحدث اليه and got him into trouble، وطبعا يدخله في مشاكل ان هو ساعد مجرم بقى قبل كده وبتاع. طيب بعد كده بيقول لي Why do you think Pip hoped that Joe couldn't see how he felt؟ لماذا تعتقد بيب تمنى ان جو ما كانش يشوف how he felt، هو حس بايه when he knew that Stella had come home، لما عرف ان ستيلا رجع؟ وجهة نظر برضو شخصية بيب، because بيب suddenly felt happy، اكيد هو فرح طبعا لما عرف انها رجعت، and he didn't want Joe to know that he was in love with Stella. Do you think that Pip was right not to like Drummle؟ هل تعتقد ان بيب كان محق ان هو ما يحبش درامل اللي هو المتباهي دايما بحاجاته وكده؟ Why؟ بقول برضو وجهة نظري زي بيب يعني، بقول yes because he always boasted about his skills، دايما كان بيتباهى بمهاراته and the things he had in front of others، والاشياء اللي هي بيمتلكها امام الاخرين. Why do you think Miss Havisham was right؟ ليه تعتقد Miss Havisham كانت محقة to try to adopt، إن هي تتبنى، تحاول تتبنى some children؟ Why؟ بقول إن هي yes، أعتقد إنها كانت محقة يعني because she was living alone in a big house، كانت عايشة لوحدها أو بمفردها في منزل كبير، so she needed someone to live with her and make her forget her loneliness، يبقى عايزة حد يعيش معاها وينسيها الوحدة بتاعتها. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في فيديو آخر. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.